مؤتمر الخليج والعالم، الإصلاح مقابل الثورات. سوق العمل النسائي، أكثر من الثلثين على قائمة الانتظار. السلفيون متهمون بالخروج على مبادئهم. ثلث أسرة المستشفيات مشغولة بأسرة الحوادث، ساهر لا يكفي. 400 مليون في ذمة موظفي الشؤون الإسلامية. بعيداً عن النفط، صادرات المملكة ترتفع 54%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، أنتم معي في برنامج الأسبوع في ساعة. دعوني بداية أن أرحب بضيوفي الكرام، الدكتور محمد العبد اللطيف الكاتب صحيفة الجزيرة، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. معنا أيضا الشيخ حمود الناجم المستشار والمحامي الشرعي، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. أيضا معنا الأستاذ عبد الله العلويط الباحث والشرعي طبعا والكاتب في جريدة الوطن، مساك الله بالخير. مساء النور. أهلا وسهلا. ومعنا أخيرا طبعا شريكي وزميلي الأستاذ يحيى الأمير الكاتب الإعلامي المعروف، مساك الله بالخير. بالنور يا أهلا وسهلا. تتسارع الخطى في دول الخليج العربي نحو بلورة موقف محلي وإقليمي ودولي يتعاطى مع المتغيرات التي تشهدها المنطقة. طبعا مؤتمر الخليج والعالم احتوى على كثير من الرؤى والتوصيات. انتهى يومان من الندوات المكثفة في قلب أكبر عواصم الخليج العربي، وخرج كل من حضر وتابع الندوات بأن دول الخليج باتت تدرك تماما أن عجلة الإصلاح يجب أن تكون أسرع من رياح الشرق والغرب. في المؤتمر الذي حضره لفيف من الساسة والمنظرين المحللين العرب والدوليين، برز الكثير من الرؤى والتوجهات ومن ثم التوصيات. ووسط ذلك كله كانت ثمة رسائل سياسية بعث بها الخليجيون للعالم. يمكن تلخيص كل ذلك على أن البلدان الخليجية التي تتفرد في منطقتها بالحكم الملكي والرخاء الاقتصادي تدرك أكثر من أي وقت مضى أن الاقتصاد القوي والتسليح الجيد والتحالف مع قوى الشرق والغرب لا تكفي لتلبية واقع العالم اليوم، وتدرك أكثر من خلال تصريحات مسؤوليها ومنظريها وطرحهم أن عجلة الحكومات يجب أن تكون أسرع من عجلة الشعوب. ويمكن أيضا قراءة التصريح الذي بعث به رئيس الاستخبارات السعودي السابق الأمير تركي الفيصل أن المملكة قد تتسلح نووياً، يمكن قراءته على أنه مؤشر قوي نحو قرار خليجي أكثر قوة تجاه القضايا الإقليمية التي طال بها العمر بلا حل وضاقت بها سبل القوى العظمى والمجتمع الدولي ولم تجد لها فرجاً. أستاذ محمد، هل تعتقد أو ترى أن هذا المؤتمر يمكن أن يكون يعني محاولة خليجية لمدافعة مد الثورات والربيع العربي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا طبعا سأقرأ يعني ثنايا هذا المؤتمر قراءة قانونية صرفة. نحن الآن في مواجهة يعني أزمات متعددة، لعل الأزمة القائمة والواضحة للعيان التي هي أزمة النظام الإيراني. النظام الإيراني عنده إشكالية مع دول العالم بأكمله ومع دول الخليج العربي على وجه خاص. الاتفاقيات التي يبرمها النظام الإيراني عينا تجاوز حقيقة فيها كثير من مقتضى هذا النظام. نظام ما يتعلق بحماية السفراء والقنصليات والمثليات الدبلوماسية في فيينا 1962 تجاوزها وتعدى على السفرات واقتحم كثير من سفرات الدول. أيضا السيادة الإقليمية للمجاورين كدولة الإمارات العربية وقضايا مع يعني الجزر الإماراتية الثلاثة المعروفة. دعوة الرئيس الإمارات غفر الله له الشيخ زايد عندما طلب أن يكون هناك تحكيم دولي أو تكون هناك قضية منظورة في المحكمة العدل الدولية، كان النظام الإيراني يرفض بتاتا أن يلجأ إلى هذا التحكيم أو إلى هذه يعني الكيان القانوني في ممثل في المحكمة العدل الدولية. أيضا التدخل في الشؤون الداخلية، نظام القانون الدولي ونصوص وميثاق هيئة الأمم نصت نصا صريحا واضحا على حماية هذه الدول من التدخلات الداخلية والخارجية حتى فيما يتعلق بأمنها واقتصادها. هناك حقيقة اكتساح لهذه المواثيق الدولية وتعدي واضح وصريح عليها. يجب
في نظري، وأنا عندما أذكر اللفظ يجب ويكون ليست من عندي، إنما هذه نصوص مدونة وموثقة، أن ترجع أو يرجع النظام الإيراني إلى حظيرة السيادة القانونية الدولية. وهناك طرق كثيرة، يعني لعل من أشهرها أن يوضع تحت البند السابع. خلينا نرجع لسؤالي أيضا، اللي هو هل هذه محاولة من دول الخليج لمدافعة مد الثورات في العالم العربي؟ ما في شك أن السعودية ليست بمنع، والخليج عامة ليس بمنع عن هذه الثورات. ولعل من أشهر ما يعني حصل عندنا الأزمة التي حدثت في البحرين. هذه طبعا يعني نتيجة أو رحلت، طبعا أنا لا أعتبرها أزمة داخلية إقليمية سيادية في البحرين، وإنما هي ترحيل لأزمة دولة مجاورة وأخذت حقيقة المد الطائفي الصرف. ولذلك هي لم توفق حقيقة، لأن ليس لها أرضية قائمة أو مطالبة شعبية حقيقية. طيب نشوف الدكتور محمد، كيف يعني لدول الخليج أن تنأى؟ ما الذي يجب أن تفعله لتكون بمنأى عن هذا المد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعني أولا أتكلم فقط عن المؤتمرات هذه. أحيانا المؤتمرات هذه لا تعقد لتحل مشاكل يعني، ولكن تعقد لتسجيل مواقف ولجس نبض مواقف الدول الأخرى. طبعا الثابت الوحيد في جميع الأمور هو التغير. يعني ليس هناك ثبات لا في المحيط اللي حوالينا ولا في الأوضاع الداخلية عندنا، ولا حتى في الوضع الديموغرافي عندنا الآن. عدد الشباب أكثر بكثير من عدد في دول الخليج، أكثر من عدد هم النسبة الكبرى، يعني تقريبا حوالي 35%. فلذلك أنت عندما تحاول أن تستشرف التغيير وتحاول أن 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 أنك أنت توجه التغير، هذا أفضل من أنك تحاول أنك تكبح التغير، فيبدأ يأخذ التغير هذا شكل مشوه، إما صدامات على أو صدامات طائفية أو صدامات بين الأجيال أو صدامات بين فئات المجتمع. طيب ما الذي اتخذته الدول في سبيل مكافحة أو يعني كبح هذا المد؟ أنا أتكلم ممكن عن المملكة العربية السعودية. طبعا في الأمارات مؤخرا ارتفعت الرواتب حتى تغطي على التضخم، في قطر نفس الشيء. في المملكة العربية السعودية الحكومة حاولت أن تبحث عن الأشياء التي عادة تسبب عدم الاستقرار، اللي هي محاولة معالجة البطالة أولا، معالجة مشكلة الإسكان ثانيا. هذه مشكلتين كبيرتين يعني قد تؤجج الناس وقد ولذلك يعني أنا أعتقد أن دائما أمر البطالة هذه، أنا قد سبق كتبت عنها كذا مرة، هي أم الأدواء الاجتماعية كلها يعني. طيب. لأنه العاطل هو الذي ممكن. شوف الأستاذ يحيى، إيش رأيك؟ هل طبعا طبيعة هذا المؤتمر اقتصادية، هل الاقتصاد يمكن أن يلعب مثل هذا الدور؟ يعني شكرا، يعني هذه نقطة مهمة جدا. الواقع في الخليج شكل النظام الملكي هو بشكل أو بآخر إلى الآن هو ضمان حماية من الثورات بالشكل الذي شاهدناه في مصر، في ليبيا، في تونس وغيرها. لأن السؤال الذي لدى الناس في الدول الملكية ليس سؤالا سياسيا عن شرعية السياسي وعن الكيان، وإنما سؤال اقتصادي معيشي. دول الخليج أيضا لديها فرصة أكبر، أنها إذا ما استطاعت أنها تخرج من زمن الدولة المفردة بهذا المعنى اللي ستدير قضاياها لوحدها، بعيدا عن إذا صح التعبير النادي الخليجي، أظن أنها ستقع ربما في كثير من الأزمات. يعني تقصد أنها يعني أقصد هويتها الواحدة هو اللي أقصده، أنه إذا ما استوعبت دول مجلس التعاون المعنى الحقيقي للاتحاد على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى السياسي حتى، فستصنع لنفسها حصانة أمنية للناس أولا وللسياسات. يعني كلنا الآن نتابع اللي قاعد يصير في منطقة اليورو، ورأينا كيف كل الجهود الآن متجهة لإنقاذ اليونان. طبعا هل نجحت ولم تنجح، لكن يعني في النهاية ستنجح. لكن النقطة المهمة اللي على جميع الكيانات السياسية في الخليج استيعابها، أن السؤال الاقتصادي والمعيشي إذا لم يحل يرتقي إلى مرتبة السؤال السياسي. ممتاز. وهذه الخطورة اللي يجب مواجهتها. خلنا أيضا نتحدث بوضوح أن كل دول الخليج ليست لديها ملفات مثل ملفات السعودية.
لا على المستوى الاقتصادي ولا على مستوى وجود أكثر من طائفة ولا على مستوى وجود أكثر من مذهب. فعلينا أن نؤمن أننا نحتاج من الحلول ما هو مناسب لملفاتنا، وعلينا أن يعني نتجه فورا من القناعة التي تؤكد أن السؤال الاقتصادي والمعيشي يجب أن يحل، ويجب أن تتحرك دول الخليج ليس باتجاه مكافحة التغيير وإنما تجفيف أسبابه ومبررات. خلينا نشوف الأستاذ عبد الله، إيش رأيك فيما دار حول يعني محاولة كبح رياح التغيير؟ أولا لا يمكننا أن نكبح رياح التغيير طالما أننا نعيش في هذا العالم وتحكمنا نفس القوانين التي تحكم العالم، وطالما أن هناك حكومة وهناك شعوب بنفس تمارس حكم بنفس الطريقة اللي موجود في كل دول العالم، فهذا يعني أن الأزمات قد تحدث في أي وقت طالما أنه لم يكن هناك إصلاح وإصلاح حقيقي. ما معنى إصلاح حقيقي؟ الإصلاح الحقيقي هو ذلك الإصلاح الذي يكون في مقابل الثورات، ومعنى كوني في مقابل الثورات أي يكون بنفس حجمها وبنفس مفعولها ومردودها. يعني حينما ننظر إلى الثورات التي حدثت في الدول العربية نجد أن كل دولة حدثت فيها ثورة من شأنها أن تعيد بناء الدولة من جديد، ولذلك لا بد للإصلاح حتى يصبح إصلاح لا بد أن يعيد بناء أي دولة خليجية من جديد، يعني كبير من كل النواحي، وإلا أصبح هي عملية إزالة رتوش، تعديلات، إزالة أخطاء، وهذه غير مجدية. لابد أن يكون الإصلاح بحجم كبير جدا. هذه نقطة. النقطة الثانية، طبيعة الحكم مثلا أو كونها أنظمة ملكية أو طبيعة الشعوب الخليجية وأن لها خصوصية، هذه لا تؤثر نهائيا، لأن الشعور مثلا بالبؤس والحرمان من أي سياسة موجودة واحد يتساوى فيها جميع شعوب العالم. لا يمكن أن نقول والله هم لديهم شعور مختلف بالحرمان أو لديهم شعور مختلف بالبؤس أو هم قد يتقبلون ذلك. هذه قوانين مادية تحكم البشر. البشر لا تحكمهم الثقافات والأديان بقدر ما تحكمهم القوانين والحياتية أو قانون الحركة بشكل عام والاحتياجات عموما. يعني ممتع. يعني ما نريد أن نصل إليه أننا دعنا نخرج من بوتقة أن الوضع مختلف وأن لنا خصوصية. ممتاز. ننتقل موضوعنا الآخر. رغم كل الخطوات التي قامت بها وتقوم بها المملكة نحو فتح المشاركة النسائية في كل مجالات التنمية، إلا أن الإحصاءات تؤكد أن أكثر من ثلثي المؤهلات لسوق العمل لازلنا عاطلات. سوق العمل النسائي الثلثين لا زال في الانتظار. 200,000 امرأة على رأس العمل و700,000 يبحثن عن وظائف في القطاع الخاص. المنشآت الصغيرة تمثل 95% من إجمالي المنشآت العاملة في الاقتصاد السعودي. الإجراءات الحكومية تشكل ما نسبته 65% من عوائق عمل المرأة. يشكل التمويل للمشاريع النسائية عائقاً بما نسبته 82%، فيما يحتل التسويق 52%. القروض وبرامج الدعم الوطنية ستحد من تفاقم الأزمة. سؤالك دكتور محمد، يعني قبل الحديث احنا كنا نتكلم قبل البرنامج يعني عن مشكلة التوظيف والبطالة. رغم كل المحاولات يعني إلا أنه ما زال هناك بطالة أو عطالة عند النساء رغم المؤهلات. شوف للأسف يعني احنا نتكلم عن القطاع الخاص. وجهة نظري أنه كلمة القطاع الخاص هذه عندنا في المملكة لها معنى خاص. القطاع الخاص هنا أيضا معتمد على الحكومة في أشياء كثيرة، تقدم له القروض، تقدم له التسهيلات، تقدم له الدعم، تقدم له الحماية، ولكن للأسف لم يكن هناك اشتراط من قبل الدولة على توظيف السعوديين. ثانيا لا يمكن حل مشكلة الوظائف بترك حبل الاستقدام مفتوح. إذا تركت الحبل على الغارب فيما يتعلق بالاستقدام فهذا القادم هذا لابد أن يأخذ وظيفة سعودية. فلذلك يعني يجب أنا في تصوري أن الدولة ليس لها حل إلا الكي في هالحالة هذه، أنه تقليص الاستقدام تقليص تام. ثانيا أنا في رأيي أن الدولة أيضا لها مشاريع ناجحة في عملية التوظيف. ترى احنا نتكلم بس عن الجانب الآن مشكلة توظيف النساء.
أنا عندما أتكلم عن الوظائف أنا لا أفرق بين الرجال والنساء حقيقة. يعني المرأة والرجل هي يعني مواطن أو مواطنة وهي فرد من هالمجتمع، وإذا ما نحن علمناها ودرسناها، ولذلك أصلا خسارة للاقتصاد أن تستثمر في تعليم فتاة وتستثمر في تعليم شاب ثم تتركه بدون عمل، معناها أنك أنت هذا استثمار تقريبا بدون مردود. بدون مردود. خلينا نشوف الأستاذ يحيى، برضو أنا أرجع لنفس السؤال، هل تعتقد أن سبب العطالة عند النساء أسباب اجتماعية أم أنها يعني هو شو؟ يمكن هذا يقودني إلى ربما نقطة اختلاف مع الدكتور في مسألة أنه إذا ستقرأ واقع التوظيف للمرأة فهو يختلف عن واقع التوظيف للرجل. كل ما يحدث الآن، هذا الرقم المخيف 700,000 امرأة التي لا تعمل، هذا في الواقع نتيجة وليس سبب، لأنه هذا نتيجة أخطاء كبيرة جدا سابقة في التعامل مع المرأة على المستوى التنموي بشكل أو بآخر. كنا نتعامل مع المرأة عنها ملحق بالتنمية وليست عضوا فاعلا ومؤثرا في عملية التنمية، وثم أنها تظل محصورة في الوظائف التقليدية، وظائف التعليم والتمريض طبعا مع ما فيه من إشكالات وقضايا واعتبار وتجاوز واختلاط وهالقضايا. حينما تقدمت المرحلة بنا الآن اكتشفنا أنه إحنا أمام كارثة وطنية كبرى جدا، نصف المجتمع لا يعمل وأمامنا أرقام مهولة. أسوأ شيء في التخطيط للجانب التنموي الخاص بالمرأة أنه تحول الهاجس فيه من هاجس تنموي إلى هاجس فقهي، وهذا عطل كثيرا البحث عن البعد التنموي لدور المرأة، ولم يعد محور توظيفها عبارة عن قصة تنموية لكنه أصبح قصة فقهية في الواقع. طبعا أتصور الآن أن المعالجات القائمة التي تتم الآن هي معالجات يعني ستكون إن شاء الله إيجابية ومؤثرة جدا فيما يتعلق أولا بالبحث عن مواقع جديدة للعمل، المشروع الخاص بتأنيث محلات الملابس النسائية، المشروع الخاص برفع الرواتب في المدارس الأهلية، دخول النساء بشكل يعني لا تمييز فيه، وهذه مسألة من النقاط الإيجابية في برنامج حافز. أنا أتصور أن كلها لن تصنع وضعا جديدا لكنها ستعالج الأخطاء السابقة. خلينا نشوف الأستاذ عبد الله، أنا عجبتني طبعا ملاحظة أن الجانب الفقهي هو اللي يمكن أن يكون عطل، مع أني أشوف أنا أنه الجانب الاجتماعي جانب التقاليد والعادات أكثر. كيف ترى أنت تنحاز إلى أي رأي في سبب تعطل توظيف النساء؟ كلا الرأيين صواب، لأنه بالفعل كما تفضل الأستاذ يحيى المسألة تنموية، العملية تنموية، ولكن للأسف ننظر إلى عمل المرأة من ناحية أسرية أو من ناحية عائلية. من الذي ينفق على الآخر؟ هل الزوج ينفق على الزوجة أو الزوجة تنفق على الزوج؟ وبالتالي من ينفق هو الأجدر بالوظيفة، هذا خطأ. نحن نوظف الرجل ونوظف المرأة من أجل التنمية، من أجل أن يكون بدل من أن يصبح هناك مئات الألاف من المستهلكين من الرجال أو النساء يتحولون إلى منتجين بفعل العمل. ليست عملية والله من ينفق على الآخر، لأن لسنا في جمعية خيرية نوزع صدقات، والله أنت تعمل وبالتالي أنت تنفق على الأسرة وبالتالي تعمل، وأنت لا تنفق على الأسرة وبالتالي تبقين في البيت. الإشكالية في فلسفة العمل وفي فلسفة التنمية وكيف نزرع هذا في أذهان الناس. فمسألة أنه والله هل هو بعد فقهي أو بعد اجتماعي، هو بعد اجتماعي، يعني هو أقرب إلى البعد الاجتماعي. بس اللي غذاه وملأه خوفا، اللي غذاه وملأه خوفا وحوله إلى كارثة هو الفقيه الخائف، يعني هذا الفقه التقليدي الممانع اللي وظيفته بس الممانع. أسوأ شيء وقعت فيه المؤسسة. هل هو الخائف ولا اللي جامل يعني الجانب المحافظ في المجتمع؟ خائف من المجتمع وخائف من ذاته وخائف من محفوظاته ومن متونه. وأكبر خطأ ارتكبته وستظل ترتكبه المؤسسات الحكومية أنها تنطلق يعني أن تكون هذه الذهنية مهيمنة على قرار عفو. نعم، الفقيه مثله مثل غيره، هو ضحية لثقافة سائدة عندنا. ممتاز. يعني هي نفس هو واقع في إشكال الفقيه، وكذلك بعض الناشطين لكنه يعيد إنتاجها. هو مشكلة الفقيه أنه يعيد إنتاجها، يعيد إنتاجها لأنه لم ينتشل نفسه من هذه البوتقة. لو كان هناك برامج تنويرية تهدف أو تسعى إلى تبيان أهمية عمل المرأة على مستوى العمل والإنتاج لتغير نفس الفكرة. يفصل بين الشيخ، خلينا نشوف الشيخ. نشوف أنا فكرة
القوامة وأنها يعني ما هي يعني الجانب التنمومي لا يجب أن يركز على مسألة فيها أن الرجل هو الذي يجب أن يعمل. إيش رأيك فيها أنت من جانب؟ أنا ببدأ من حيث انتهى القوم. أما مسألة القوامة ومن ينفق فلم ترد في نصوص نظام العمل ولا أي نص يتعلق بتوظيف المرأة. مسألة يعني اللي ذكرها الأستاذ يحيى الأمير الفقيه الخائف، أنا أعتقد أن تجاوزنا هذه بمراحل كثيرة. الناس تجاوزوا صح. حتى نظام الدولة. وحتى نظام الدولة. التوجه الصريح لقائد الأمة وملك البلاد في حقيقة تحقيق الوظائف خاصة للمرأة، أعتقد أن تجاوزناه من بعيد وسنينا أنظمة جيدة جدا. صحيح. وطبقناها. إذن أين المشكلة؟ المشكلة أنا أعتقد أن مشكلتنا الحقيقية هي في تطبيق المرافق التنفيذية في الدولة. يأتيها نظام صريح مطلق، ليس فيه تقييد وليس فيه استثناء. ثم يأتي ويؤول هذا النظام ويجعل جزء يعني يعطله ولا ينفذه، وجزء حقيقة أنه يبدأ فيه، فيكون هناك شطر في تقييم النظام. وأنظمة كثيرة جدا. وزارة العمل أعتقد أن هي المعنية الآن بجزئية تفعيل نظام العمل وتوسيعه وتعديل ما يلزم في نصوص نظام العمل. هناك نصوص خاصة بعمل المرأة من حيث المدة والوقت وطبيعة العمل وظروف العمل وبيئة العمل. تفعل هذه الأنظمة، ولوزير العمل حق صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية بحكم الاختصاص. هذه فرصة سانحة لهم الآن. ممتاز. إذا عندك إضافة بس سريعة بسيطة. أنا أعتقد أنه أحيانا التشريعات تلعب دور. فلنأخذ مثلا مسألة قيادة المرأة. يعني كيف تريد أن تستفيد من 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 عضو في المجتمع أنت لا تسمح له بالتنقل. يعني عندما نتكلم عن رفع الرواتب إلى 3000 ريال في المدارس مثلا، وتضطر الآن في سعر السوق الحالي الآن المرأة أنها تدفع 2000 ريال للسائق، فما بقي من التنمية وما بقي من العمل. ما دفعت المدارس الأهلية عندما صدر الأمر؟ لا أنا أتكلم أنا ما يخالف. أنا أعتقد أنه رفعها جيد والمفروض أنها ترفع أكثر، ولكن أيضا إذا أردنا الاستفادة الجادة من المرأة يجب أن نحترم المرأة كالرجل. تم يعني الاحتيال يا دكتور، تم الاحتيال. لم يطبق ترى، لم يطبق وتم الاحتيال عليه. ويجب ولذلك على أي على إيش رفع نسبة الرواتب؟ لا لا هو ما يتكلم عن عن أدوات. يعني أنا أتكلم في ظل غياب النقل العام، في ظل غياب كيف المرأة أن تعمل إذا أنها لا تستطيع أن تخرج من بيتها إلى العمل إلا بسائق أو يعني من يقودها. يعني أنا سأسوقكم إلى الفاصل ثم نعود إليكم. حقق السلفيون أكبر مفاجآت الانتخابات المصرية، ولكن السؤال الأكبر كان حول كيفية حصولهم على هذا التأييد، رغم أن التيار كان يرى أن الديمقراطية تتعارض مع الإسلام. يواصل السلفيون إثارتهم للجدل في مصر، ففي صناديق الاقتراع يتقدمون كثيراً، محققين أكبر مفاجآت ثورة شباب 25. وبغض النظر عن مدى تغلغل التيار السلفي في دهاليز الأحياء المصرية وأريافها، فإن الخبرة السياسية لحزب النور الذي يجمع السلفيين سياسياً تكاد تكون شبه معدومة. فالمتابعون لصعود التيار السلفي فكرياً في كل مراحله السابقة يرون أنه تيار لا يؤمن بمبادئ المشاركة ولا التعددية، ويصر دائماً على أن يكون هو الحاكم بأمره أو أن يكون مطيعاً للإمام. لكن التيار السلفي نشر المتناقضات في فضاء الانتخابات المصرية، ففي حين يزاحم الأحزاب العريقة والحديثة في مصر ما بعد الثورة، إلا أن عدداً من رموزه يصرحون علناً بأنهم سيحكمون بالشريعة، وهذا الأمر وفق فهم السلفية يعني حكماً دينياً يتولاه رجال الدين ويشرفون عليه من ألفه إلى يائه. هذه المبادئ وغيرها الكثير من المبادئ التي لا تتوافق مع توجهات الديمقراطية، خصوصاً من جانب حفظ حق الأقليات وكبح تفرد الأغلبية، تدفع بالمزيد من التساؤلات حول كيفية حصول مثل هذا الفكر على كل هذا الزخم الانتخابي في بلد مضى على دستوره الأول ما يقارب قرنا من الزمن. أستاذ حمود، هل تعتقد أن فوز السلفيين ودخولهم أصلا معترك السياسة شكل انقلاب يعني على مفاهيمهم الأولى، وأن الغاية صارت تبرر الوسيلة؟ ابدا. انا اعتقد ان فوز السلفيين في الانتخابات المصريه، وممكن احدث تيار موجود في مصر الان،
هو حقيقة يعكس حقيقة الطبيعة المصرية والتوجه المصري. نحن كلنا نعرف الشعب المصري أنه شعب يعني متدين بطبعه، ويعني نظرة الناس ونبرة الشارع المصري أنه متدين في كافة أطيافه. أنا أعتقد الإشكالية التي حدث هي إشكالية دستورية، بدليل أنهم أوردوا، طبعا أنا أتكلم عن الخصم باعتبار أنهم في ساحة يعني صراع، أوردوا عبارات أن السلفيين يعني لهم آراء فيها، مثل ديمقراطية. يسألون ماذا تقصدون بالديمقراطية عند السلفيين؟ مدنية. طبعا هذه الألفاظ الدستورية إذا أردنا أن نعرفها هي واسعة البيان. السلفيون ينطلقون من يعني من ميثاق أن مرجعية الدستور هي الكتاب والسنة، وهذه حق لهم أصيل باعتبارهم تيار قائم. وتفسير المدنية وفق المقتضى الإسلامي هو لا يختلف كثيرا عن تفسيرها المدني بأي حال، إلا اللهم في استثناءات ما يتعلق يعني بغير المسلم ونحوه. التيار السلفي جاء حقيقة في وقت أنا أعتقد أنه يعني في غفلة من باقي التيارات أن يقوم هذا التيار بهذه القوة، وليس هناك دعم يعني حصل عليه هذا التيار. طبعا دعايات كثيرة أنه تلقى دعم وأنه هناك من دعم هذا التيار، الحقيقة أنه جاء من وسط الشارع المصري، وكلنا يعرف أن الدستور المصري خاصة في تعديلاته الجديدة هو الخلاف جاء في البند الخامس للدستور المصري اللي يتعلق بالحكم وطريقة الانتخاب إلى آخره. أما باقي الدستور فهو حقيقة نصوص ونصوص شرعية وتطبيق تطبيق شرعي، وليس عليه خلاف بين جميع التيارات، إنما هي من باب الحرب السياسية لإقصاء الآخر. طيب أستاذ عبد الله، هل هناك من يرى أن السلفية في مصر مدعومة من السلفية في السعودية؟ هل أنت مع هذا الرأي؟ هل سبب فوزهم أنهم تلقوا شيء من الدعم سواء المادي أو المعنوي من هنا؟ إلى حد كبير أنا أرى أن السلفية في مصر منقولة وليست منتقلة، يعني أنه تم نقلها ولا تنتقل بطبيعتها، هذا أمر. الأمر الآخر وليسمح لي الأستاذ أحمد أن أخالف قضية أنه والله تعكس نبض الشارع المصري أو أنه من اختيار رجل الشارع. نعم هناك بعض التيارات، ولكن حينما نعلم أن السلفية كانت ضد ثورة 25 يناير، وهذه طبعا تحدث حنق ضد السلفية من قبل الشعب المصري، فكيف يعود؟ معلش دكتور، هذه الفتاوى التي صدرت من بعض من ينسبون على السلفيين خرج بيان جميل من التيار السلفي، إذن هناك سلفيات خاص بنفسه يلزمه ولا يتجاوزه إلى غيره. جميل، إذن هناك سلفيات وليست سلفية واحدة. السلفية لكن توجهها واحد. ليس توجهها واحد وإنما مختلف. الموقف من الحاكم لا يتعدد، يعني إما أنك تكون مع الحاكم أو ضد الحاكم. إذا كنت ضد الحاكم أو ضد الثورات فلا يمكن أن تعد سلفيا، حتى ولو سمى صاحب هذا التوجه نفسه سلفيا ولا يسمى سلفيا، لا تعترف به السلفية. ماذا نفعل بنتائج الانتخابات؟ هم يسمون أنفسهم سلفيا، لكن أنا هم سلفيا. أنا أمام حقيقة، يعني حقيقة وليست سراب. إحنا ما هو الجواب الحقيقي على هذه النتائج التي اكتسحت حقيقة يعني برنامج الانتخابات لبقية تيارات لها أكثر من 100 سنة؟ لأنه لا يوجد غيرهم. يعني أنت حينما تأتي إلى الساحة تجد أن هناك إسلاميين وليبراليين، صورة الليبرالية في مصر أكيد أنها مشوهة بكل تأكيد لأنها تتداخل مع العلمانية، والعلمانية أما لا يوجد غيرهم يا أستاذ العزيز ففيها نظر. لا خلني بس أكمل لك الفكرة. كنت أقول أن الليبرالية والعلمانية متداخلة إلى حد كبير في موقفها من أو في موقفها من الحكومة المصرية السابقة، وكان هناك تصور أنها مؤيدة للحكومة المصرية السابقة، وهذا بالتأكيد يخلق كراهية ضدها، فلم يبقى إلا الأخوان والسلفيون، وفاز الأخوان بنسبة كبيرة وبقي السلفيون، لأن النتيجة تقريبا شبه طبيعي لأنه لا يوجد غيرهم أصلا. المنافس الوحيد اللي هم الأخوة فازوا بكل جدارة، يعني تقدموا وتفوقوا عليه. خلينا نشوف الدكتور محمد ورأيه في الأمر. يعني والله هذه هي اللعبة الديمقراطية، يعني الصناديق لا تأتي دائما لك بما تريد، يعني ولكن الأهم في الأمر هذا كيف لا تأتي لك بما تريد؟ يعني من المريد؟ ربما أنه بعض قطاعات الشعب المصري كانت تعتقد أنه سوف يعني يكون هناك نوع من الاتجاهات الوسطية هي التي سوف تحظى على معظم ولكن أنا أيضا عندي اعتراض يعني على كلمة على مصطلح سلفي. هو مصطلح عائم عموما، إذا كان الهدف هو السلف الصالح كلنا نتبع السلف الصالح، وليس حكرا على أحد. يعني عقلية الاحتكار هذه الكلام غير صحيح. أنا كنت أتمنى شيء واحد. أولا الآن تتغير القواعد اللعبة تماما. السلفيون أو الأخوان المسلمون يعرفون الآن أن صندوق الاقتراع هو الذي يأتي بهم وهو الذي يخرجهم.
اليوم. فلذلك سوف يجاملون ويصانعون في أمور كثيرة. ستكون مشكلتهم ليست مع الآخرين، ستكون مشكلتهم مع من صوتوا لهم، لأنهم سوف يجدون أن بعض الأمور التي انتخب بناء عليها غير قابلة للتطبيق في المجتمع المصري أو أي مجتمع آخر. ولو حاولوا أنهم يهادنون حتى يحصلون على بعض الأصوات، لأنه كثير من الأصوات اللي صوتت للسلفيين قد تكون من الأصوات اللي يسمونها أصوات غير يسمونها undecided، يعني بمعنى أنها لم تقرر، أي لم يعني تقرر، ما هي حاسمة. نعم، فهؤلاء الناس في المستقبل سوف يحكمون على السلفيين ليس من مجرد كلامهم وليس من مجرد تصريحاتهم، ولكن من السياسات وما يقدمونها للمجتمع فعلا. وهذا الواقع هنا سوف قد يختلف كثيرا، وقد يسبب أيضا، أنا أعتقد أنه فيها شيء صحي تماما، أنه سوف يوضح للناس أن هناك مسافة كبيرة بين الكلام البلاغي وبين العمل الفعلي. ليش يا أستاذ يحيى يرى الدكتور محمد أنهم سيصانعون؟ ليه غيرهم ما يصانعون؟ ليش يعني لماذا لا نؤمن بعدالة صناديق الاقتراع؟ مخالف. في نكتة هاليومين في الشارع المصري بعد ما فاز حزب النور، إيه؟ يقولون أنه سيحول اسم الطريق الدائري إلى الطريق المستقيم. طبعا يقولوا أيضا من النكت المصرية أن السلفيين عندهم مدينة سياحية منفتحة اسمها مارينا، صاروا يقولوا يسمونها المارينا المنورة. أوكي. تفضل. طيب شوف، طبعا الكلام اللي قاله الشيخ حمود، يعني أنا اللي ملاحظ أنه نفس الكلام اللي قيل حينما فاز الإخوان الأسبوع الماضي، ولا لا؟ أنه هذا يعكس الشارع المصري ويعكس التدين الشارع المصري. هذه مسألة ربما لا خلاف عليها، لكن يعني في البداية على المستوى النظري إذا كنا نتحدث عن سلفيات ونتفق مع أخوي عبد الله في هالمسألة، في يعني إذا جينا الفرز على الأقل في خطين من السلفية، في سلفية تقليدية متشددة، وهذه بطبيعتها لا تعيش إلا بوجود خصم ووجود عداء. عفوا، متى ما دخلت السلفية في اللعبة السياسية فلا بد أن واحدة من هاتين ستسقط الأخرى أو وستضر بالأخرى، إما أنك ستضر بالديني على حساب السياسي أو العكس. اللي سيحدث الآن في مصر، طبعا احنا نتحدث وكأن السلفيين اكتسحوا، هم في الواقع لم يكتسحون، وفوزهم لم يكن حتى في يعني في المناطق الحضرية المؤثرة، بس انهم اغلبية 20% هم 20% مقابل 46% الاخوان المسلمين، بس ككتلة واحدة. نعم نعم، اغلبية لحداثة التيار. اولا لحداثة التيار، لكن سيختلف السلفيون اولا مع الاخوان. أنا مرتاح جدا لهذه النتائج، لأن زي ما تفضل الدكتور ستسهم الشارع المصري حينما يفوز السلفيون أو الإخوان، لن يقيس نجاح الحزب بعدد الذين صلوا الفجر في مسجد السيدة زينب، ولا بعدد النساء اللواتي ارتدين الحجاب بعد فوز هذا الحزب. مع الخلاف في صحة الصلاة. لا لا، مع الخلاف في إيش؟ يعني في صحة أن تجيز الصلاة يعني في كثير من المساجد. ما فهمت. أنت تقصد الآن يعني أنهم سيقيسون بعدد المصلين؟ لا أنا كذا؟ لا 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 مثلنا مثلاً. لا لا، كنت أريد أن أقول أن الناس لن تقيس نجاح الحزب على جزئيات، على يعني بمعايير دينية. ترى برنامج الإخوان المسلمين لا يختلف كثيرا حقيقة. لا لا، برنامج الإخوان المسلمين مختلف وخطابهم مختلف. التوجه الديني ما يختلف كثيرا. الإخوان المسلمين ناس على الأقل لديهم يعني تاريخ في العمل السياسي ولديهم تجربة واسعة في العمل السياسي، هؤلاء حدثاء عهد بالسياسة، ويعني هذه الذهنية إذا دخلت في السياسة فعليها أن تتخلى عن يعني كيان لصالح الكيان الثاني، إما عن سياستها لصالح دينها أو العكس. أنا باختصار أقول أن الإيجابي أن الشارع معاييره على نجاح هذا الحزب أو فشل هذا الحزب هي بما سيخلقه في الشارع من تنمية واقتصاد، وأتصور أن كل الأدوات السلفية لا يمكن أنها تنجح يعني في أي شيء من ذلك، والمستقبل سيحكم. مع تواضع الخدمات الصحية يعني وكثرة الملاحظة عليها، إلا أن الحوادث المرورية تستهلك أكبر أسباب الهدر يعني في المستشفيات. الأسرة المشغولة بحوادث السير. 13 مليار ريال خسائر المملكة نتيجة 300 ألف حادث سنوياً.
وزارة الصحة الحوادث المرورية تشغل 50% من سعة أسرة العناية المركزة. فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و30 عاماً هي الفئة التي تفتك بها الحوادث في المملكة. مطالب دولية بإقرار مادة للتوعية بأخطار حوادث المرور في مراحل التعليم للطلاب. 1,200,000 شخص يموتون سنوياً بسبب حوادث الطرق، فيما تقع ما بين 30 إلى 50 مليون إصابة بسبب حوادث المرور. تحتل منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى في نسب الحوادث، بينما المدينة المنورة الأقل على مستوى المملكة. دكتور محمد ساهر، يعني الأرقام تتكلم أنه لا زالت المستشفيات يعني مليئة ليس بالمرضى ولكن ب يعني ضحايا الحوادث المرورية. هل ساهر لا زال هو الحل؟ أنا لي رأي سبق قلته في ساهر وما زلت متمسك فيه، وكلما استمر تطبيق ساهر أتمسك فيه بشكل أكبر. ساهر لا يعالج شيء فيما يتعلق بمشاكل المرور. ما زالت الناس تلتف على الناس حول الإشارات، لا زالت الناس تسوق بشكل خاطئ. في ألمانيا السرعة غير محددة، الناس تمشي بسرعة 200 كيلو في الساعة وليس هناك حوادث. عندنا يخرج الإنسان ما تعرف لا سمح الله متى يعود. المشكلة لدينا ليست في مشكلة ساهر، وليست في مشكلة من يتجاوز السرعة من 70 إلى 71 ولا 75 ولا حتى 76. أين المشكلة؟ المشكلة أنه السائق عندنا حتى الآن لا يعرف ما هي أطنان الحديد اللي يجلس عليها، هو لا يحترم مرور، لا يحترم الأنظمة عموما، ليست فقط أنظمة المرور، النظام بشكل عام لا يحترمه. الناس لديهم نوع من الاحتقان الغريب لدينا في المملكة، لا يعرف أن تجده مسرع وهو متجه إلى شيء تافه، إما استراحة أو جلسة ورايح يركب نغمات ولا يقدرون الجوال. نعم ولا يقدرون يعني خطر الأشياء هذه. نحن نحتاج إلى توعية الناس بأسس القيادة السليمة، وربما أنا أعتقد أنه ساهر نتيجة لزيادة الضغط على الناس قد يسهم في زيادة الحوادث لا يقلصها. دكتور، كثرت في الآونة الأخيرة التجاوزات على سيارات وكاميرات ساهر، هل هذا تعبير عن التذمر من كلفة العقوبة أو أنت دكتور تقودني إلى يعني ما هي شرعية ونظامية ساهر؟ سأنطلق من هذا المنطلق، وهذا يعني أنا ما ازددت في ساهر في مع طول الوقت إلا بصر وبصيرة. أنا نحتاج في ساهر إلى وجود نظام حقيقي يدعم أن هذا النظام له أصل يرتكز عليه. إحنا عندنا المادة 150 من نظام أساس الحكم تنص على أنه لا يجوز فرض رسوم وضرائب إلا بقدر الحاجة بموجب نظام. ساهر في معزل عن هذا. نظام جباية أموال الدولة حدد الطريقة التي تجبى بها أموال الدولة وكيف تصرف وكيف يعني يتم إحالة وزارة المالية. ساهر في معزل عن هذا. ساهر حقيقة في نظام المرور أنا أجد إشكالية في تطبيقه معه، يعني أنا بحاول أن أركب واقعيات ساهر الموجودة والتي يباشرها الناس على نظام المرور فأجد إشكالية عندي، أجد إشكالية في كيفية الاعتراض على المخالفة. النص دكتور الآن ينص على أنها تحرر المخالفة بموجب يعني تحرير رجل المرور، ثم إذا أردت أن تتظلم تذهب إلى الجهة طبعا في إدارة المرور وتقدم عليها. طيب هذه الورقة غير موجودة في ساهر. ساهر تأتيك رسالة إلكترونية على جوالك ويقول لك وقعت مخالفة في كذا، ولا تعلم متى وقعت ولا أين وقعت. طريقة رصد المخالفة هذا حقيقة مخالف حتى للخصوصية يعني النظامية التي هي قائمة على السعة. طيب خلينا نشوف أستاذ عبد الله. أنا أتفق مع الدكتور في أنه ساهر يعني ركز بس على السرعة ويعاقب على السرعة. التجاوزات اللي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وغيرها من كل الأشياء اللي كانت أقرت يبدو أنه لا يصدر فيها بحقها عقوبات، وهي سبب الرئيسي يمكن في الحوادث. كيف يعني؟ بكل تأكيد يعني كما تفضلت يعني الحادث مثلا لا يكون سببه السرعة فقط، وإنما السرعة وأيضا عدم الالتزام بأنظمة المرور. هناك عامل آخر أيضا يتسبب بالحوادث المميتة تحديدا وهي البطء عكس السرعة، بمعنى أن تجد شخص متجاوز للسرعة وهناك شخص آخر في نفس الطريق يصير ببطء شديد، وهذا طبعا يؤدي إلى الاصطدام به بالخلف، وهذه نسبة كبيرة من الحوادث تحدث، ولا بد من التوعية بحيث لا سرعة زائدة ولا بطء أقل من المعتاد أو المطلوب. في نقطة بشأن ساهر مثلا،
ومدى الكلام الذي يتداوله الكثيرون حول ساهر. إشكالية ساهر هو في العقوبة المالية، هو جيد في فكرته، ولكن الإشكالية في العقوبة المالية. لا، فضلية العقوبة، يعني ضريبة، الضريبة طيب الإشكالية في إيش؟ بسرعة لابد من استبدال هذه العقوبات بعقوبات أخرى، كأن يكون هناك مثلا لوائح للمخالفين أو لمن كثر استخدامهم أو لمن كثرت مخالفاتهم في ساهر، بحيث يمنعهم من مميزات أخرى في المرور، كان تتأخر مثلا إصدار استمارات سيارات جديدة لهم، كان تضاعف عليهم العقوبات المخالفات المدارية. تريد أن تضيف الضغط على الإبالة يعني. لا لا يعني لحظة يا دكتور، لحظة خلي شوف الأستاذ يحيى. هو شوف يعني ما حد قال أنه ساهر حل، لكن هو جزء من الحل. أنا اللي أتصوره أنه يعني الكلام اللي قاله الشيخ حمود واللي قاله الأخ عبد الله كلام إيجابي ربما وقريب من عواطف الناس، لكن الواقع يقول أنه ساهر. متفق معنا؟ لا لا أنه لا يعني ساهر أنا أتصور أنه هو واحد من أهم الإجراءات التي كان يجب أنها توجد أصلا منذ مدة. هو فقط يقوم زي ما قال الإخوان برصد السرعة وبرصد يعني الذين يقومون بقطع الإشارات المرورية، وهذا النظام الموجود في كل دول العالم يشتغل فقط على يعني يشتغل فقط على هاتين الجزئيتين، لا يشتغل على بالأشياء التي لها علاقة بالمخالفة أو بعكس السير أو خلاف ذلك. شكرا، فاصل ثم نعود إليكم يا أخي. أهلا وسهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من برنامج الأسبوع في ساعة. فضيحة فساد أخرى تضاف إلى سلسلة الفضائح التي تزايدت في البلد، الشؤون الإسلامية في وجه المدفع هذه المرة. أربعمائة مليون ريال في ذمة موظفي الشؤون الإسلامية. التحقيق مع مدير فرع الشؤون الإسلامية لاختفاء 400 مليون ريال. جريدة المدينة، 32 موظفا يخضعون للتحقيقات حول اختفاء 400 مليون ريال بالشؤون الإسلامية. تصديق المحكمة لاعترافات المتهمين في قضية الاختلاس. المبالغ المفقودة كانت موجهة لأعمال الترميم والصيانة وفرش المساجد. في ظروف غامضة، المكتب بلا مدير على مدى أسبوعين. في زمن الشفافية وإنشاء صناديق إبراء الذمم، لا زال الفساد يطل برأسه. على فكرة لما ظهرت قبل فترة فضيحة أحد وكلاء الوزارات، وهو ممن يتسمون بالشكل يعني الإسلاموي إذا جاز التعبير، مع أنه يعني أنا أستهجن مثل هذه الحالة وأستغربها ممن يعني عليهم سمت الوقار والتدين. هذه المرة أيضا تأتي من وزارة الشؤون الإسلامية وهذا، وأنت طبعا خير من ينافح ويدافع باعتبار أنك يعني تحمل نفس المواصفات، فتفضل. نفس الهيئة بس إن شاء الله أن يعني مخبرنا ومظهرنا متطابق إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا دائما يعني الإنسان يقول مظهر ومخبر. صحيح. المصيبة حقيقة إذا خالف هذا المظهر المخبر. هنا يعني كارثة حتى في نشأة الدولة الإسلامية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم الواقع التي حصلت الآن والاختلاس هذا المبلغ الرهيب الذي حقيقي هز ميزانية وزارة بأكملها. أنا أعتقد أن يعني لو نظرنا إلى القائمة نجد أن من قمة الهرم في هذه الوزارة وحتى المسؤول عن الفرع وحتى الموظفين مسؤولون مسؤولية مباشرة وكاملة. إحنا دائما في الفقه نقول يعني المتسبب والمباشر. أنا لولا أنه وجدوا فرصة ووجدوا يعني حقيقة السعة ووجدوا وقت ما تم اختلاس هذه المبالغ. لو كان هناك رقابة دقيقة وواضحة وصريحة ومتابعة مستمرة، أنا أعتقد لن يحدث مثل هذا الأمر. وهذا الذي كشف يعني في هذه الوزارة، فما بالك بقية الوزارات. الذي أريد أن أخلص إليه، بما أنه قد صدقت هذه الاعترافات شرعا وتم تحريز يعني هذه المضبوطات، أعتقد أن القول هنا ينتقل إلى المرفق القضائي الذي سينظر في هذه القضية وسيصدر الأحكام الرادعة والزاجرة، وسنسمع عنها بإذن الله تعالى بعد أن تنتهي هذه القضية. الذي أريد أن أختم فيه التوسع حقيقة في الاجتهاد وفي نشر مثلا تبريرات وفي يعني إضفاء
صفة على غير هذه الواقع، أنا أعتقد أنه لا يخدم هذه القضية. لا طبعا أكيد. خلينا نشوف الأستاذ عبد الله، يعني هل ما قاله يعني من ضعف الجهات الرقابية يعبر كما يقول مثل يعني المال السايب يعني يجرع على السرقة؟ بكل تأكيد، ولا فرق فيها بين الجهات الدينية أو ذات الصبغة الدينية وغيرهم، كلهم بشر وعرضة للصواب والتخطئة. بل ربما أن الذي يأخذ صفة دينية ربما تكون عقوبته أكبر، لأنه هو موضع قدوة، هو قدوة وسيلة، هو يستخدم وسيلة وهو قدوة للآخر. يعني كما يقال غلطة الشاطر بعشرة ممكن تكون غلطة الشيخ بعشرة. يلا ماشي. يعني ايش رايك استاذ يحيى؟ والله هو شوف يعني طبعا يعني يعني كنوع من المنطق، في الواقع لا يمكن حصر مثل هذه الاختلاسات انها في جهاز لا احنا دون غيره من الاجهزه. خلينا طبعا اللي صار في المدينه المنوره القاضي ابو 200 مليون هذا معذور، دخلوا جني يعني، بس انتم ويبدو هذا الجني الجديد ابو 400 مليون يعني طماع يعني ولم يكتفي باللي صار مع زميله السابق ما يطلع بنسبة في المدينة. ها لو بيطلع الجنة بنسبة يعني إذا هي من إذا هي من ال 400 مليون ستكون إيجابية. أنا هذا دكتور اللي كنت يعني أتمنى التوسع. لا إنه شلون إيه. ما فهمت لأنه ما نحملها فقط أنا قلت هذا في بداية كلامي. نعم. بسمح لي. لا معليش. المشكلة فعلا يعني استغلال ال ما تبقى من قبول اجتماعي لهيئة المتدين واعتبارها مدخل لتمرير مثل هذا الفساد. هذا يحدث مع كل جهة. إذا كان في وزارة ثانية قد يستغل ربما منصبه، يعني مثل ما هذا استغل شكله وهيئته ومنصبه. لكن اللي أقوله أنا بما أنه الأمور وصلت إلى هذا المستوى من الإجراءات النظامية، نحن كسعوديين مدينون وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والمسؤولين في وزارته بالتلطف يعني والتنازل بتوضيح يسير جدا عما حدث وما موقف الوزارة، لأنه ليس من العدل أن تتهم هذه الوزارة وليس من العدل أن تظل صامت. خلاص خلينا نشوف الموضوع الآخر. أكدت أرقام الشهور الماضية يعني ارتفاعا في نسبة صادرات المملكة من النفط بأكثر من النصف عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد أن المملكة عازمة فعلا على تنويع مصادر الدخل. صادرات المملكة الغير بترولية قفزة نوعية في معدل الصادرات غير البترولية ب 9.75 مليار ريال مقابل الفترة نفسها من العام الماضي. واردات المملكة خلال سبتمبر الماضي بلغت 32.36 مليار ريال مقابل 30.42 مليار ريال عن العام الماضي. الاعتماد على النفط الخام قد يعيق نمو الصادرات بالمملكة. البتروكيماويات ومنتجات البلاستيك جاءت في صدارة السلع المصدرة من المملكة. مؤشرات تتوقع وصول إيرادات المملكة ل1.2 تريليون بالألف، وتقترب من أعلى مستوى لها تحقق في 2008. ترى على فكرة أنا غلطت قبل شوي، قلت صادرات المملكة من النفط، بل هي صادرات المملكة من غير النفط، ما يعبر عن أن المملكة استطاعت أن تنوع يعني في صادراتها بشكل يعني لا يجعلها معتمدة على النفط. إيش رأيك الدكتور محمد؟ والله هذا لا شك شيء نفتخر فيه، ولكن كما يقال للعملة جانبان. يعني أحيانا تكون مصدر ارتفاع صادراتك اللي هو انخفاض عملتك، بمعنى أنه صادراتك تباع بشكل أرخص من غيرها في الأسواق العالمية. يعني هو الحجة الوحيدة الآن لمؤسسة النقد ولوزارة المالية في الإبقاء على الريال بالدولار وانخفاض قيمة الريال حوالي 55% اللي هو عدم الإضرار بالصادرات الخارجية. نحن لدينا الآن انتعاش في سوق الصادرات الخارجية، ولكن للأسف لدينا أيضا نوع من ضيق الذرع وضيق الحال بالنسبة للمواطن فيما يتعلق بمكابدة الغلاء وبمكابدة التضخم. يعني إيش رأيك أستاذ عبد الله؟ شيء إيجابي أن ترتفع الصادرات، ولكن الأفضل من ذلك أن تنخفض الواردات. يعني في نفس الإحصائية اللي موجودة في مصلحة الإحصاءات
تشير إلى أن الواردات في نفس الشهر ضعفي الصادرات. ممتاز. أنا طبعا ما عاد بقى عندي إلا الفقرة الأخيرة، فأعتذر من أخوي الكريمين. فاصل ثم نعود إليكم. عندنا المرة فقرة جديدة، هي فقرة الكاريكاتير. مختارين طبعا مجموعة من الرسومات الكاريكاتيرية، واحدة فيها جانب يعني اجتماعي، واحدة يمكن بعد سياسي وهكذا. الأولى للرسام الشهير عبد السلام الهليل، طبعا في جايب تلفزيون وواحد يعلق يقول اليابانيون يتوصلون لاختراع سيارة تسير بالكمبيوتر، الكوريون يخترعون فيديو يقوم بالتسجيل بدون شريط، الصينيون ينجحون باختراع صاروخ أرض جو أرض. طبعا في واحد قاعد متمركي ويشرب يتقهوى ويقدع ويقول نحن بهالمريكان ما خلى شيء. ايش رايك استاذ محمد في عدم تعليق كل شيء على الامريكان؟ هو لو تشوف ايش مكتوب تحت، اي مكتوب برحي وذاوت الرجل يتكلم بما يسمى بالعربيزي، العربيزي اللي هو انجليزي على عربي. فهذا الرجل اللي يتكلم بالانجليزي يتشدق بالانجليزي ما يفرق بين اليابانيين وبين الصينيين وبين الامريكان يعني، ويعتقد ان كل الشيء الخارجي امريكان. عرفت؟ فهي فيها ايه زي يعني من اول لما كنا قبل تقدم كانوا كان فيها كانوا يقولون كوريين. اهل نجد ما خلوا شيء يقولون ايه ايوه، حتى العبسد حتى القريضه دخلوها بالمدبسه. لانه هذا الشيء اللي شافه الانسان صحيح، هذا تعبير شيء هذا يعبر عن الهيمنه الراسماليه حقت امريكا وانها داخله في كل تنافيف الدماغ العربي. على اي حال، الكاريكاتير الاخر هو للفنان رسام الكاريكاتير ربيع، طبعا يتكلم عن ضحايا ساهر ويعني راسم شخصية عليها مخالفات وقاعد يعني يشوت أو يوطي جواله يبغى يكسره لأنه جاي رسالة فيها مخالفة. وطبعا النتيجة أنه بالمقابل أيضا حط شخصيتين، واحد مقعد يعني واحد مكسور على عكاز، وبالتالي فساهر يمكن ما صنع شيء. إيش رأيك أستاذ عبد الله؟ صحيح إلى حد كبير، الكاريكاتير بيعكس استنزاف ساهر لجيوب المواطنين ولجيوب كثير من الناس. ومسألة الدهس على جهاز الهاتف المحمول هذا بيشير إلى كثافة المخالفات في اليوم الواحد، ولذا لابد من إيجاد عقوبات بديلة للعقوبات المالية. تقصد بديلة عن العقوبات المالية، إيقاف العقوبات المالية، إيقاف العقوبات المالية أو تخفيفها مثلا، نعم، واستحداث عقوبات أخرى. أوكي، الكاريكاتير اللي قبل الأخير طبعا يعلق على مسمي الجامعة الدول العربية جامعة المهل العربية، وراسم أمين جامعة الدول العربية العربي تعليقه يقول بعد فشل جميع المهل السابقة قررنا بدء العقوبات، وأولها مهلة طويلة لا تمس سوى المواطنين السوريين. اللي بعده أيضا مساند له يعني هو في نفس المعترك السوري، كاريكاتير يعني الثورة السورية، يقول الشبيحة نريد تمديد المهلة، ويرفعون طبعا أسلحتهم، ومرفوع جمعة تحديد المهلة العربية. إيش تعليقك يا أستاذ؟ إذا بس سمحت لي على كاريكاتير الهليل أولا، طبعا هي القضية كلها عند الهليل في وذاوت يعني، لأن هذه من القاموس الخاص فيه يعني، بس إنه الرد إنه نعنب ذا الهليل يعني بعده هو اللي ما خلى شيء، مو نعنب الأمريكان. ممتاز. فقط يعني اللي أتصور على الكاريكاتير السوري يعني، طبعا هذه فرصة يمكن لإسجاء التحيات للرسام العظيم علي فرزات اللي الجميع يتمنى له السلامة، لكن الكاريكاتير يلعب دور مهم الآن فيما يحدث في سوريا. شيخ محمود بسرعة. بالنسبة طبعا هو يعكس حقيقة أن هذه المهل كأنها تنتظر يعني إنسان في حالة الاحتضار، وبالتالي النظام السوري كسيادة كدولية يعني يبدو أنه في طور الانتهاء. محليا هو فقد الهيمنة على كثير من المحافظات، وأصبح يعني شبه يعني الاتصال بينها مفقود. أوكي، بقي لي أن أشكر طبعا الشيخ حمود الناجم، الدكتور محمد العبد اللطيف، الأستاذ عبد الله العلويط، شكرا، والأستاذ يحيى الأمير. تسلام. وأشكر مشاهدين الكرام، نلتقيكم في الأسبوع القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.